اما هلا سلمى ننتقل لمحطتنا التاليه، ويمكن كنا عم نحكي عنه تحت الهواء اهميه هذا الموضوع. ب 16 ايار سنويا يحتفل باليوم العالمي لداء الزلاقي او ما يعرف بحساسيه القمح. لنحكي عن هذا الموضوع، قديش مهم نسلط الضوء عليه، قديش مهم فعليا نحتفي بهذا اليوم لنساهم في انتشار الوعي الكافي من المعاناه اللي فعليا بترافق المصابين بداء الزلاقي، واهم يمكن تامين المنتجات الغذائيه، لانه نحن بنعرف قديش تامين هي المنتجات سلمى اليوم مكلف جدا. صحيح. واللي عنده حساسيه القمح يعني فعليا لازم دائما بيكون بحميه دائمه، وهي مشكله نوعا ما عم يعانوا منها المصابين بداء الزلاقي لسنوات. اليوم يمكن بعض الشركات السوريه اختصت، لكن في معاناه اخرى هي الغلاء، اليوم الغلاء الاسعار، يعني عم نشوف في اسعار كثير كبيره لهي المواد. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر، اهميه انتشار الوعي بهداء الزلاقي وكيف فينا فعليا نتعامل مع معاناتهم. معنا اليوم مدام بارعه برهمجي، نائب رئيس مجلس الاداره في الجمعيه السورية لداء الزلاقي، ومعنا الآنسة إيناس الرفاعي أمينة سر في الجمعية السورية لداء الزلاقي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية نحن الفكرة بحد ذاتها هي فكرة كتير مهمة، أنه يكون في عنا جمعية تعنى بالأشخاص اللي بيعانوا من داء الزلاقي. ورح بلش مع حضرتك مدام بارعة، حضرتك نائب رئيس مجلس إدارة للجمعية، بدنا نتعرف أكثر عن الجمعية، كيف إجت الفكرة أنه تعملوا هي الجمعية تكون مختصة بهذا الشيء، وخصوصا كنا عم ندردش معك تحت الهواء، انت ايضا من المصابين. نعم. بداء الزلاقي، تفضل. جمعيتنا بصراحة يعني هي اجتمعوا عدد من المرضى عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق جروب الواتس، اجتمعنا مع بعضنا وقلنا انه لازم يكون في عنا جمعية لنوصل نساعد بعضنا، نساعد المرضى ونوصل صوتنا ومرضنا لبرا. وانشأت الجمعية في 30 تموز 2020، يعني صلت 3 سنين منشأ الجمعية. عن طريق الجمعية نحن نحاول نساعد ننشر الوعي، التثقيف، حاولنا نتواصل مع الأطباء لنعرف عن المرض، يساعدونا. كمان كتير كنا يعني كنا بالزلزال، هلا وقت صارت نكبة الزلزال وصلنا للمناطق بحلب، بعثنا لهم مساعدات، قدمنا لهم سلات غذائية بمراكز الإيواء. خلال 72 ساعة كان الغذاء واصل لعندهم بمراكز الإيواء. يعني كثير عم نحاول نساعد المرضى بقدر الإمكان يعني. أكيد. ويمكن سابقا ما كان معروف داء الزلاقي بشكل كثير كبير، اليوم عم نشوف لا، عم يكون في تشخيص صحيح لهذا المرض وفي انتشار للأسف بنسبة المصابين بهذا الداء. خلينا نحكي انتم كجمعيه من خلال تعاملكم مع المصابين بداء الزلاقي، اهم المعاناه يمكن اللي عم يعانون. خلينا نعرف شو هو السيلياك للشباب المشاهد يمكن ما يعرفوا شو السيلياك. هو مرض مناعي ذاتي، مرض مناعي ذاتي مزمن نتيجه استجابه الجهاز المناعي لماده الغلوتين. بيصيب الجهاز الهضمي وبيدمر بطانه الامعاء والزغابات المعويه المسؤوله هي عن امتصاص الغذاء نتيجه تعامل الغلوتين. طبعا الغلوتين موجود بالقمح، موجود بالشعير، موجود بالجاودار. فهذا الشيء كثير خطير يعني، ومنتشر بكافه يعني موجود كافه الفئات العمريه. صحيح. هلا هو كان في خطا انه بيصيب بس الاطفال، لكن هو هلا نحن عم نشوفه بكافه الفئات العمريه، كبار صغار يعني باي عمر ممكن يصيبون. في كان في يعني الا التثقيف ووعي بهذا المرض هذا، يعني كان المريض ما يعرف شو بو يعني. صحيح. يعاني من كثير معاناه والام هضميه بطنيه، مثلا اسهال، اقياء، انتفاخ بطني، وما يعرف ما يكون في تشخيص واضح ما يكون في تشخيص واضح او صحيح لهالمرض. فهو مجرد ما ابتعد عن تناول هالمشتقات القمح بكافه انواعها الموجوده بكل الغذاء حيرجع انسان طبيعي، يعني بس عن طريق الحميه، لا بده دواء ولا شيء، مثل اي انسان عادي. طيب قبل ما نحكي عن اسبابه خلينا نحكي، بما انكم انتم جمعيه مختصه، المعاناه الاساسيه لكل المصابين بداء الزلاقي يمكن هي تامين المنتجات الغذائيه
غذائيه، يعني نحن عم نحكي عن حميه دائمه. سابقا كنا نشوف اغلب الناس يمكن بمحيطنا لازم يكون في حدا او اثنين عم يعانوا من هذا الدواء، ما كان في منتجات خاصه فيهم، اليوم نوعا ما توفرت بالاسواق السوريه لكن بشكل كبير منتشره بكل الاماكن، ممكن اي مكان رحتي فيه بدمشق او خارج محافظات سوريا متواجده، وبشكل صار في شكل تنوع بالخبز بالطحائن بالمواد المصنوعه المخبوزات باي شيء، يعني كان مرض بيعاني وقدرنا كمان نعمل جروبات مختصه بهالشيء لتعليم الناس كيف ممكن تصنع الغذاء بنفسها، لانه هو يعني مكلف بعض ومكلف قد المريض ما يقدر يعني يحصل على الغذاء باي وقت بده اياه. صحيح. طيب خلينا نعرف مدام بارعة من حضرتك، اليوم كثير من الاشخاص بيحاولوا خلال هي الفترات بنسمع انه هن مو بس يدوروا على الغذاء، يدوروا على ناس بتشبههم لحتى يكون نمط الحياه متقارب. وجودكم بالجمعيه قديش حاولتوا تساعدوا اشخاص؟ قد هي الفكره عم تكبر لحتى تساعدوا بعض بنمط حياه مستمر؟ نحن هذا الشيء مو يوم او يومين او شهر او شهرين، الشخص اللي بيصفي بده يضل عم يتبع نمط غذائي معين مدى الحياة. نحن ساعدناهم بكثير شغلات، أول شيء تثقيف، أول شيء كثير عملنا ندوات تثقيفية مشان نعرفهم عن المرض عن الحمية، عملنا عم نعمل لهم نشاطات كمان نشاطات ترفيهية، بنعمل لهم نشاطات، عم نعلمهم صناعة الأغذية، يعني يعتمدوا كمان على الأغذية إنه يصنعوها نظرا لغلاء الأسعار إنه يصنعوها ببيتهم. هل عنكم دكاترة مثلا ضمن الجمعية ممكن بتقدموا رعاية طبية لبعض طبعا المرضى؟ نحن متعاملين مع مراكز طبية مراكز طبية، متعاملين مع مخابر، بنقدم لهم تسهيلات مع دكاترة مشان يساعدوهم كمان كثير. نحن قدمنا لهم يعني، وحتى نتيجة الخزعة التنظير، نحن مرضنا بتعرفوا انه بده تنظير هضمي علوي، وبدنا ناخذ خزعة من الامعاء الدقيقة، كثير ساعدناهم بالامور الطبية من نتيجة الخزعة، كثير كنا يعني معهم بكل شيء طبيا. بس نحن يعني بنحاول كمان الغذاء كمان يكون، لانه نحن يعني دوانا حميتنا بالنسبة. صحيح. لمريض الزلاقي عم نعلمهم كيف يصنعوا غذاءهم، عندنا قناة على اليوتيوب عملنا لهم فيديوهات تعليمية عن طريق اليوتيوب، نعلمهم كيف يساووا غذاءهم مشان ما يحسوا انهم محرومين من كل شيء. يعني بتحسي يعني من زمان كان يقول لك انا محروم يعني مريض الزلاقي، هلا بفضل الله يعني وعن طريق قناة اليوتيوب علمناهم كيف يصنعوا غذاءهم. وصار في منتجات موجودة حاليا، صار يعني في تنوع كبير بتعطي شوي قيمة طبعا يعني حلوة. المريض انه انسان عادي طبيعي ماله محروم، يعني هي الشفقه اللي كانت ينظروا لها انه هو قلت لك هي حميه صحيه في الناء، يعني بنتيجه هلا توفر المنتجات ما عاد هو مرض بحد ذاته قد ما في هو نظام يعني صحي. صحيح. يعني الجمعية السورية لداء الزلاقي هي بتقدم الرعاية الصحية والطبية لكل المصابين، وعم تحاول مثل ما قلتي مدام بارعة تقدم فعليا الشغل اللي له علاقة بالمنتجات الغذائية. عالميا يحتفل ب 16 أيار سنويا بهيدا الداء، شو الفعاليات أو النشاطات اللي بتقوموا فيها ضمن الجمعية؟ هلا مثل اليوم جمعية متواجدة عندنا بمدينة اللاذقية وصافيتا وبانياس لإيصال الغذاء لهذه المناطق، بالإضافة توزيع الخبز بشكل مدعوم، مدعوم يعني انه هي الجمعيه حتوفر لنا بسعر مخفض عن سعر السوق. عن سعر السوق مثلا اذا ربطه مثلا 6000 هلا تعادل ثلث وزن ثلث الربطه العاديه، وهذا يعني كثير مكلف وباهظ. الجمعيه حتامنها مثلا ما بين 4000 4500، وهذا شيء كثير منيح يعني بنتظروه المرضى، يعني وحتقبل حيكون في من ناس لجان مختصه لرد على استفسار المرضى، تعرفي المريض دائما عنده استفسارات يوميه. صحيح. بشكل دائما في لجان مختصه حتقوم هيك، وفي وحيكون باستقبال المرضى اليوم بشكل يعني دوري، وفي ما بعد حتكون متواجده بجميع المدن طرطوس بانيا طرطوس وجبله وحمص وحلب. هلا الاسبوع القادم بمناسبه اليوم حتكون متواجده بحمص وحلب وسويداء، يعني كل تباعا كل اسبوع مثلا محافظه لايصال الغذاء ودعمهم بالخبز المدعوم. صح، وهذا الشيء كثير مهم اليوم هو تامين المنتجات الغذائيه، يمكن هي هاجس كبير لكل مرضى. صار يعني صح لمرضى الزلاقي، ولكن كمان خلينا نحكي اليوم مهم ايضا التوعيه بشكل عام للمريض نفسه، وخصوصا انه صرنا نشوف حالات تصاب بعمر متاخر، مو شرط هو صغير، يعني يمكن الصغير
الصغير بتقدري تعوديه من طفولته صحيح. انه على نظام غذائي فبيكون موضوع اسهل عليه، غير لما بيلاقي نفسه هو كبير فجأة مضطر انه يترك كل شيء كان متعود انه يقدر ياكله. قد ايه بتعملوا حملات توعويه؟ كل قديش في عندكم مثلا على صفحتكم على الانترنت في منشورات توعيه؟ في اطباء مختصين بهالمجال؟ طبعا طبعا في عندنا، في عندنا اربع جروبات واتس فيهم مشرفين ومشرفات دائما على مدار الساعه للرد، وفي اطباء معنا للرد على اسئله المرضى. يعني عندنا بنعمل ندوات تثقيفيه كمان، مشان السنه الماضيه عملنا بالمركز الثقافي بأبو رمانة دوره تثقيفيه وغذائيه بنفس الوقت. عندنا خبيره غذائيه كمان بتكون معنا لتعطي لتعطي هالمريض انه شو يعتمد بغذائه، يعني شو الممنوع وشو المسموح، لانه المريض بيكون كثير متلبك بالبدايه يعني شو ياكل شو ما ياكل. كثير بنعاني نحن من قصه المسموح والممنوع، كثير بنعاني فيه، لانه نحن مو بس قصه القمح، في شغلات ثانيه ممنوع نحن يعني الغلوتين بيدخل فيها والمريض ما عنده علم انه هي داخل الغلوتين، احدى المعلبات مثلا قد يكون فيها غلوتين، فهي كثير بيجهل وقت بيكون مريض جديد فكثير بيتفاجئ انه هذا ممنوع وهذا مسموح. فنحن معه خطوه بخطوه على مدار 24 ساعه من قبل مختصين مشرفات بهذا الجروب. هي خطوه كثير انا بعتبرها يعني كثير كبيره، من قبل 3 سنين وهلا ما كان في هالشيء. هلا يعني هلا باي ساعه باي لحظه المريض مثلا اي صابه اي مشكله ان كان صحيه ولا ان كان بده استفسار عن اي غذاء، فورا بكتب السؤال وفي مين عم يجاوب على مدى 24 ساعه من قبل المشرفات المختصين والاطباء. يعطيكم الف عافيه. ويمكن هدف جدا نبيل عم تقوموا فيه بالجمعيه، ونحن عم نحكي عن جمعيه تاسست 3 سنوات، يعني ان شاء الله يا رب هيك تكونوا مكملين بنفس الهمه. بس خلينا نحكي انتم كجمعيه اليوم مكملين، شو هي أهدافكم اللي مكملين فيها وشو المعاناة يمكن أو الصعاب اللي بتواجهكم بشكل عام؟ هلأ نحن إن شاء الله مكملين بإذن الله لنغطي كافة المحافظات السورية. نحن عم نحاول نوصل للجزيرة، للقامشلي، للبوكمال، هاي المناطق، بس بسبب الظروف الراهنة عم تعيقنا شوي لحتى نوصل لهم. بس نحن ان شاء الله حننشر وعي والثقافه، ومكملين باذن الله مع الجمعيه. بتعتمد على فعل الخير فعليا بتمويلها يعني نوعا ما نوعا ما نعتمد نحن دخل الجمعيه على الاشتراكات والانتسابات اللي بتوصلنا من المشتركين والمنتسبين، يعني اكثر شيء بالنسبه ل يعني امل نحن انه يصل صوتنا للجهات المعنيه ان شاء الله، يعني ونقدر يعني قدر المستطاع. نحن عم نامل الغذاء احيانا قدر المستطاع حسب الجمعيه شو بيجي، بس ما عنده شيء ثابت، ما في شيء ثابت. نتمنى يكون في دعم اكيد، يعني من عبر المنبر الاخباري اكيد صوتكم ان شاء الله عن طريق منبركم يصل صوتنا، يعني حتى يصير في مثل يعني بلدان اخرى، يعني يكون انه يصل حق المريض انه يحصل على الغذاء يعني قدر المستطاع. يعني اكيد ما قلت لك هو لانه هو اساسه الغذاء ما له اي دواء، صحيح، سوى مكملات غذائيه وقت بيكون عنده نقص فيتامينات. فهي جمعيه كمان قدرت تعمل تحاليل دوريه للمريض خلال التقاعد مع احدى المخابر، فهي وفرت كثير على المريض يعني عبء مادي اكيد يعني، وهذا الشيء كثير مهم اليوم انه نشوف كمان المجتمع نفسه عم بيساعد نفسه من خلال هي الجمعيات، لانه هي لها دور كثير كبير ومهم، وخصوصا انه سابقا ما كنا نشوف الناس تقدر تحكي تتواصل مع بعض. هلا اليوم ممكن اشخاص يدلوا بعض، يشوفوا شيء معين، حدا موجود ممكن يساعد حدا ثاني. عم اقول لك هلا كان بلشنا الجمعيه كان تقريبا شيء 200 مريض، هلا تجاوزنا 1200، ونامل لسه هلا يعني صار تقريبا نحن توصلنا ل 70 80% مرضى، ونامل انه لسه يصيروا 90% انه المرضى كلهم اللي يكونوا منتسبين للجمعيه، يعني كل ما كبر الصوت رح يصل صوتنا للجهات المعنيه اكثر. فهذا الشيء انه غطت فئه منيحه يعني كبيره، ولسه عندنا امل انه العدد المقدر للمرضى حوالي 5000. يعني هدول نامل نحن انه لسه عندنا من الاهداف انه نوصل لهم ويتسبوا معنا ويستفيدوا اكثر من الجمعيه ومن التثقيف والتوعيه. اكيد، ونحن كمان بنتمنى هذا الشيء يصير. بالختام بدنا نشكركم. قبل ما نختم اذا بتحبوا توجهوا اي نصيحه او شيء لكل يلي عم بيتابعونا ولكل المرضى اللي عندهم داء زلاقي، تفضلي من بدايه مع حضرتك. انا بالنسبه لي بحب بقول لهم يعني الحميه ثم الحميه ثم الحميه. بتمنى ما حدا يعني يخرق حميته، لانه صحتنا نحن مسؤولين عنها، لازم ننتبه على صحتنا وندير بالنا على غذائنا بغض النظر عن شو من كان. اكيد. بالختام نتشكركم، تحيه لكل افراد الجمعيه السوريه لداء الزلاقي على المجهود الكبير اللي عم تقوموا فيه. شكرا كثير لكم. شكرا شكرا كثير، شكرا لكم لوجودكم معنا. اهلا وسهلا فيك.